السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. Your Excellency General عبد الفتاح برهان. Excellencies البرهان Heads of States and Governments. رؤساء الدول ورؤساء الحكومات أصحاب السعادة السيدة موسى فاكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الإخوة والأخوات في السودان يشرفني أن أقف أمامكم اليوم أشهد هذا اليوم التاريخي الذي يمثل بداية مرحلة جديدة لهذه الأمة العظيمة. نحن اجتمعنا هنا اليوم لنحتفل بالسودانيين الذين قدموا الكثير من التضحيات من أجل نيل حريتهم، ونحن نحيي تحية خاصة للشهداء الذين دفعوا بدمائهم من أجل تحقيق الديمقراطية. وكما يرقب العالم أجمع هذه الاتفاقية ما بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير. هذه لحظات حاسمة نتذكر بها هؤلاء الذين مضوا وضحوا بدمائهم ولم تكن تذهب هباء منثورا. ونحن الآن هنا هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم وفضلوا ديارهم، هؤلاء الذين فضلوا مصالح بلادهم على مصالحهم الشخصية حتى يثبتوا للعالم أن الحوار هو السبيل الأوحد لتحقيق وضع فيه الجميع منتصر والجميع فائز. لقد أثبتتم جميعا أن التئام الأفارقة لحل مشاكلهم دائما هي المنارة التي تنير لنا دربنا والتي تحقق لنا الوحدة. سيداتي وسادتي إخوتي وأخواتي في السودان، إن الشعب وحكومة إثيوبيا يحتفلون معكم اليوم. إن انتصاركم انتصار لنا، وأن آلامكم أيضا هي آلامنا. إن العلاقة ما بين إثيوبيا والسودان هي مرت بالعديد من المراحل، وهي علاقة تاريخية وقد دائما بالتضامن والقوة. أنه من المفهوم أننا دائما متضامنون، وهنالك علاقات تاريخية ما بين بلدينا. وأما بالنسبة للوضع الحالي والعلاقات الدبلوماسية والمستقبل، هي تقوم على ثلاثة دعامات تعمل على تقوية وتعزيز العلاقات ما بين السودان وما بين إثيوبيا. نحن برعاية مصالح السودان ومصالح إثيوبيا. نحن التزمنا من جانبنا أن ندعم الانتقال السلمي في السودان، هذا الشعب المحب للسلام. إنه من المهم جدا أن نعرف أن الرحلة لهذه اليوم لم تكن سهلة، ولأن الاتفاق كان دائما صعبا، ولأنه دائما ما كانت هنالك بعض المشاكل الفنية وكانت هنالك بعض العواطف، وهذا الأمر كان يتطلب الكثير من الصبر. ولكن إرادتنا هي التي مهدت الطريق للتفاهم ما بيننا، وهنالك أرضية صلبة مشتركة تقوم على مبادئ العدالة
وأيضا على مبدأ الحب للأرض. وهذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هنالك كثير من الفرقاء الذين أرادوا تحقيق السلام. والسودانيون انخرطوا في عملية سلام وعملية حوار ومن أجل تحقيق حكومة مدنية. وهذا يعني أننا نقوم بممارسة كل المبادئ، مبادئ الحرية، وفي هذه الإرادة التي تدفعنا للوجوء إيجاد الحلول. نحن نثبت لأنفسنا أن لدينا القدرة الكاملة وأننا ننحو دائما نحو السلام. أن ما يحدثنا دائما وما يتنا هو التعاون حتى نحقق الازدهار في هذه المنطقة، في هذا الإقليم. وهذا ما يدفعنا لأن نعمل معا بطريقة جماعية، بصورة جماعية. ولا يمكننا تحقيق ذلك فرديا، وعلى المستوى الوطني لا بد أن يكون هنالك تحقيق للاستقرار والسلام، وذلك بتطبيق مبادئ التحول الديمقراطي. ونحن أيضا نقوم بوضع المبادئ والأسس للتحول وللتكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وأيضا هنالك في عقولنا نعرف أن وأن السلام والسلام الأجيال المستقبلية يعتمد على ما أنجزناه اليوم. وأيضا لابد أن يكون هنالك تعاون، وأن ننتقل من التحول من التفكير الثنائي إلى أن يكون هنالك تعاون، وأن تكون هنالك وحدة ما بين الناس. وبالتالي علينا أن تجد هذه الفرصة لأهنئكم. وأيضا أشكر المبعوث الخاص محمد درار، وهو دبلوماسي لديه رغبة في تحقيق السلام، والتزامه بهذه القضية في السودان قد أتى ثماره. وأيضا أشكر السيد محمد لباد على إسهاماته المميزة للإشراف على الحوار ما بين الفرقاء. وأيضا أهنئكم الاثنين، وأيضا أشكر الجميع. أخواتي وأخواتي، إن الطريق إلى الديمقراطية قد بدأ لتوه، ودعونا ننتهز هذه الفرصة، ودعونا نتمسك بالتحول الديمقراطي. وهذه هي مسؤوليتنا جميعا، علينا أن نقوم ببناء الديمقراطية. إن بناء الديمقراطية يتطلب الالتزام، ويتطلب الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والتي نحكم بها. وأيضا يتطلب منا بناء المؤسسات، ونعمل مع بعضنا البعض وبالتعاون مع بعضنا البعض. ولكن من المهم أيضا لابد أن نضمن أن كل أفعالنا هي من أجل العمل على تحقيق المبادئ. وبالتالي فإن وصيتي لشعب السودان هي أن يكونوا حفظة للسلام. وهذا اليوم هو يوم انتصار بالنسبة إلينا جميعا وبالنسبة إلى السودانيين. ويجب أن يعرفوا أنه أن الجميع يفاوض من أجل السودان، مهما كان الفريق الذي ينتمي إليه.
ومرة أخرى أشكركم وأهنئكم. شكراً.